أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع الأول. في هذا الفيديو سنقوم بطرح ومناقشة أهم المحاور التي سنقوم بدراستها خلال الأسبوع الأول. كونوا معي. بداية عزيزي الطالب، يتوقع منك بعد نهاية هذه الحصة أن تتبع أهم الإنجازات التي حققها الإنسان في العصور الحجرية. أيضاً تميز ما بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. عزيزي الطالب، لابد أن نعرف أن المؤرخين قسموا تاريخ البشرية إلى فترات، ذلك للتسهيل لدراسة هذا التاريخ. اتفقوا على اتخاذ بعض الأحداث التاريخية المهمة هي كنقطة لبداية عصر ما ونهاية عصر آخر. لذا قسم تاريخ البشرية اصطلاحاً إلى مرحلتين، ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. لاحظ معي وكما يظهر أمامك على الشاشة، عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. العصر الحجري القديم، الوسيط، الحديث، ومن ثم العصر النحاسي، العصر البرونزي، ظهور الإسكندر المقدوني، العصر الحديدي، وميلاد سيدنا المسيح. بعد ذلك نحن أمام السنة الأولى للميلاد. نود بداية أن نذكر بالاستيطان البشري. بالطبع شهد الأردن استيطاناً بشرياً امتدت جذوره إلى أزمنة بعيدة جداً. كان مأهولاً بالسكان بشكل متواصل. تعاقبت على أرضه حضارات متعددة، وذلك ما يجذب هذه الحضارات اعتدال المناخ وخصوبة التربة، توفر مصادر المياه، وبالطبع موقع المتوسط بين قارات العالم القديم. في الأردن مواقع أثرية وجدت في أثناء العصور الحجرية. هناك مواقع أثرية تدل على وجود الإنسان على أرضه واستيطانه منذ أقدم العصور. في الكتاب سنتتبع خارطة موجودة وسنرى هذه المواقع الأثرية. السمات العامة للعصور التاريخية، لاحظ معي أننا قلنا عصور وليس عصر. إذا عدنا إلى الشريحة الأولى نتذكر أن العصور الحجرية هي عدة عصور، عصر حجري قديم ووسيط وحديث. تميزت العصور الحجرية في الأردن خصوصاً بالعديد من السمات. وجود القرى الزراعية التي عاش بها الإنسان في أسر ممتدة. تمتعت بنوع من الاستقرار الذي مكن أهلها من زراعة الحبوب، البقوليات، الأشجار المثمرة، وأيضاً تربية الحيوانات للاستفادة منها. مارسوا أيضاً حرفاً متعددة كحرفة الصيد. من الأمثلة على هذه القرى الزراعية وادي فينان في محافظة الطفيلة. أيضاً تطور فن العمارة عن طريق البيوت المؤلفة من مجموعة من الوحدات السكنية المتصلة مع بعضها، وهذا يدل على وجود أسر ممتدة تقيم فيها. أيضاً ما من الأمثلة على ذلك عين غزال، وادي فينان، وجاوة. تليلات الغسول موقع أثري في شمال البحر الميت، يعد أحد أهم القرى الزراعية التي تعود لفترة العصور الحجرية. هو مصدر للمعلومات عن الإنسان في تلك الفترة. في هذا الموقع عزيزي الطالب وجد رسوم جدارية وأدوات استخدمها الإنسان للطبخ وتخزين الطعام وأدوات
صغانية مثل الفؤوس والسهام والسكاكين إضافة إلى وجود التماثيل. هذا هو عرض سريع ومبسط لما سنقوم بدراسته خلال هذا الأسبوع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.